السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من تلفزيون حضرموت من المكلا. أستهل النشرة بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتسلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئة التشاور والفريقين القانوني والاقتصادي. رئيس الوزراء يزور وزارة الأشغال ويشدد على دورها المحوري في إعادة الإعمار. مناقشة أوضاع كهرباء ساحل حضرموت واحتياجاتها. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة ومعه نائب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي والدكتور عبدالله العليمي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانز جرونبرغ في ثالث زيارة له هذا الشهر إلى العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد حراكا دبلوماسيا كبيرا. أطلع الرئيس العليمي ونائباه من المبعوث الأممي على مستجدات الجهود الجارية بشأن تنفيذ الهدنة وفرص تمديدها والبناء عليها لدفع ميليشيا الحوثي نحو السلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية المتوافق عليها. وخلال اللقاء شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية دفع الميليشيا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة بما في ذلك فتح المعابر كافة ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة. تسلم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة في البلاد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس رشاد العليمي القاضي حمود الهتار رئيس الفريق القانوني بالإنابة الذي سلم نسخة المسودة بحضور أعضاء الفريق محمد العامري وأحمد عرمان ونهال العولقي وأحمد عطية ومحمد صالح ونبيل الحكيمي. وأثنى فخامة الرئيس على الجهود المبذولة من الفريق القانوني للخروج بمشروع هذه المسودة التي من شأنها بعد إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية إضافية للمضي قدما في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في إنفاذ سيادة القانون وحماية التحالف الوطني العريض من أجل استعادة الدولة وإحلال السلام في اليمن. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بتوفير الاحتياجات العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات الحكومية المعنية. وجاءت التوجيهات الرئاسية بموجب تقرير قدمه وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس حول وضع المنظومة الكهربائية في المحافظة وسبل مواجهة الأحمال الإضافية خلال فصل الصيف والتخفيف من معاناة المواطنين. وشددت التوجيهات على تأمين الاحتياجات الأساسية الواردة في تقرير السلطة المحلية بما فيها المخزون اللازم من شحنات الديزل والمازوت للشهرين المقبلين وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة والمستأجرة وربط محطة بترو مسيلة بطاقتها الكلية. قام رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بزيارة إلى الديوان العام لوزارة الأشغال العامة والطرق بالعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على سير العمل والأنشطة والبرامج التي تنفذها في مختلف المشاريع وصيانة البنى التحتية والتنمية الحضرية وخططها للمدة القادمة. وطاف رئيس الوزراء بقطاعات ووحدات الوزارة واستمع من العاملين فيها إلى شرح عن المهام الجاري تنفيذها على مستوى المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطرق والأشغال العامة. بعد ذلك ترأس رئيس الوزراء اجتماعا لقيادة الوزارة تم خلاله مناقشة خطط تفعيل قطاعات الوزارة الحيوية للقيام بمهامها والشراكة مع المجتمع الدولي في مجالات التنمية وآليات استكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة
والبحث عن تمويل للمشاريع الاستراتيجية الجديدة. أطلع رئيس الوزراء على العرض المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق مانع بن يمين حول أعمال الوزارة وخططها للمرحلة القادمة. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعارها على اتخاذ خطوات مهمة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، ونجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر التصدير أبرزها جمهورية الهند الصديقة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الأمن الغذائي بالديوان العام لوزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن وكبار مستوردي القمح. ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة أشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية. ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مع وفد منظمة سيفيك برئاسة دينا المأمون المدير الإقليمي للمنظمة أوجه التعاون والبرامج التي تقدمها المنظمة في اليمن ولا سيما لوزارة الداخلية. وأكد حيدان حرص الوزارة على تقديم التسهيلات لعمل المنظمات الدولية العاملة في مختلف المجالات وخصوصا المتعلقة بحقوق الإنسان وكل المجالات التي من شأنها الإسهام في بناء مؤسسات الدولة وتأهيل كوادر الأجهزة الأمنية. وأوضح المدير الإقليمي لمكتب المنظمة في اليمن بدوره أن سيفيك تعمل على تحسين حماية المدنيين في النزاعات حول العالم، وأعربت عن أملها في تعاون الجهات والأجهزة المعنية المستهدفة كافة مع المنظمة في تنفيذ برامجها. دشن محافظ شبوة عوض العولقي العمل في أعمال الشق بمشروع الطريق الدائري الجديد بمدينة عتق البالغ طوله 20 كيلومتر، والذي يمتد من مفرق طريق المصينعة حتى شارع الشهيد قطن خلف كلية النفط والمعادن. وأكد المحافظ أهمية الطريق الدائري الجديد في التخفيف من ازدحام حركة المركبات داخل المدينة وسهولة سيرها عبر هذا المسار الجديد الذي يسهم في زيادة فرص الاستثمار العمراني داخلها وربط أحيائها السكنية، مشددا على ضرورة إنجاز المشروع وفق المعايير الفنية المحددة. كرم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال حضرموت 154 عاملا وموظفا من المتميزين في مختلف مؤسسات ومرافق العمل والإنتاج بالقطاعات الحكومية والمختلطة والخاصة بساحل حضرموت. وأكد وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش أهمية التكريم لتحسين الأداء الوظيفي والارتقاء بالمستوى الخدمي، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة وصعوبتها تتطلب تفعيل الدور المؤسسي والعمل كمنظومة موحدة وبشكل جماعي ووضع الخطط والبرامج وتحديد الأولويات وترشيد الإمكانات المتاحة وتوجيهها لما يخدم المواطنين والصالح العام. ناقش اجتماع بالمكلا برئاسة وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العلي أوضاع كهرباء ساحل حضرموت واتخاذ الحلول العاجلة لتوفير احتياجاتها. وفي الاجتماع الذي ضم عددا من وكلاء المحافظة والمعنيين تم الوقوف أمام الإشكالات التي تواجه خدمات الكهرباء، ومنها ضرورة توفير وقود المازوت والديزل الكافي لتشغيل محطات التوليد الكهربائي بصورة عاجلة، متابعة الحكومة بسرعة اعتماد عروض التحليل المقدمة لها، وعلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذا الملف نظرا للضرورة القصوى التي لا تحتمل التأخير. اطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العلي على نشاط ميناء المكلا وخطط إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي
وجهودها في تطوير أنشطة الميناء وخدماته وإدخال البواخر. وتناول اللقاء الذي ضم المسؤولين في مؤسسة موانئ البحر العربي وهيئة النقل البري والعمليات المشتركة السلطة المحلية في مديرية المكلا سير عملية نقل البضائع من الميناء وتنظيم العلاقة مع مكاتب النقل المعتمدة. وشدد وكيل أول حضرموت على التعاون ودعم جهود مؤسسة موانئ البحر العربي وتذليل أوجه الصعوبات التي تقف أمام عملها في تطوير ميناء المكلا والارتقاء بمختلف أنشطته الملاحية والتجارية. حضر وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق مراسم توقيع اتفاقية إقامة مخيم العيون المجاني الذي تموله جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية بالكويت في المركز الألماني لطب العيون بالمكلا. وأشاد الوكيل بارزيق بتدخلات دولة الكويت الشقيقة إسهاماتها في مشاريعها باليمن في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن هذا المخيم سيعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين في حضرموت والمحافظات المجاورة. هذا ويستهدف المخيم في مرحلة المعاينة 500 حالة، فيما ستجرى 200 عملية للمرضى الذين سيتم اختيارهم من قبل اللجنة المشرفة. اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على أهم أنشطة مشروع المسؤولية المجتمعية الذي ينفذه اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت بالشراكة مع مؤسسة استدامة لتنمية القدرات بتمويل من مؤسسة العون للتنمية. وتعرف الوكيل السعيدي في لقائه المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام إلى المشروع الذي يستهدف 3 محافظات هي حضرموت والمهرة وشبوة، ويهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص من خلال إكساب عدد من المنتسبين للمؤسسات التجارية ونشطاء مجتمعيين مهارات ومعارف لتمكينهم من الحصول على الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية من أجل الإسهام في تنمية المجتمع ودعم المبادرات المجتمعية. جرت بمدينة سيئون عملية استلام وتسليم للقيادة العامة للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت بين المدير العام للأمن والشرطة السلف العميد ركن حسن أحمد العيدروس والمدير العام الخلف العميد ركن عبد الله سالمين الصيعري. وقامت اللجنة المكلفة بتنفيذ دور الاستلام والتسليم والتي ترأسها وكيل أول وزارة الداخلية. وخلال المراسم أكد المدير العام للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الصيعري ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإكمال عملية البناء للمنظومة الأمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت. اجتمع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس العاصمة عدن المهندس معين محمد الماس بوكيل محافظة أبين عبد العزيز الحمزة. جرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز المشاريع المتعلقة بصيانة وإعادة تأهيل الطرق في محافظة أبين، منوها بأن الصندوق وضع في خططه تنفيذ عدة مشاريع صيانة في المحافظة بتمويل ذاتي محلي وكذا بتمويل دولي، إضافة إلى المشاريع اليومية المستمرة والمتمثلة في أعمال إزاحة الرمال من الطرقات التابعة للمحافظة. وثمن الوكيل الحمزة بدوره الجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور بالمحافظة وأنها تستحق التقدير والإشادة. تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة على فترات، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة بوجه عام ورياح هادئة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة مع عوالق ترابية خفيفة ورياح معتدلة لنشطة السرعة على فترات، ودرجة الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة نسبيا ليلا. والآن أيها السيدة والسادة
إلى حالة الطقس. السيدة والسادة، نهاية النشرة. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يتسلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئة التشاور والفريقين القانوني والاقتصادي. رئيس الوزراء يزور وزارة الأشغال ويشدد على دورها المحوري في إعادة الإعمار. مناقشة أوضاع كهرباء ساحل حضرموت واحتياجاتها. ولمتابعة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.